بطل وطني خدم بلاده بتفاني، وكان دائما بالحكمة كيحل المشاكل في قلب الحزب، وعمر في الأيام ديالو كانت الحمد لله الأمور دائما بخير وعلى خير. وإن شاء الله بهذه المناسبة هذه كنطلبوا على الله يعطينا شي واحد الشرقة باش نجتازوا هذه المرحلة الصعبة. متفائل دائما متفائل. تلقينا هذا المصاب الجلال في فقد رجل من أعظم الرجالات التي أنجبها القرن العشرين. أستطيع أن أقول لكم إن سي محمد بوستة كنت آخر من رأيته من المناضل الاستقلاليين، مات وكله أمل أن يعود حزب الاستقلال كما كان. والأبوة ديالو كانت متعلقة بالحزب ككل، بالناس اللي فيه ككل، وتيظهر لي بالمغرب أكثر وأكثر. كان تيعتبر راسو مسؤول على ما يحدث في المغرب، إنما بالحصافة ديالو وبالهدوء ديالو، لأنه اللي ما يمكنش يتسجل على سي محمد أننا شفناه في شي نهار منفعل، ولو تكون الأمور تدعو إلى ذلك. دائما الهدوء والابتسامة، وعنده واحد الكلمات كانت خاصة به، ملي تيبغي يلقى شي واحد على الكلام تيقول لك شكرا، أو تيقول واحد كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. سي محمد بوستة رحمه الله كنا نقول عليه إلا أنه رجل وطني، رجل قاد حزب الاستقلال 24 سنة، رجل ديال أولا ديال القانون، رجل سياسة، رجل دين، رجل الذي اشتغل إلى جانب الزعيم الراحل علال الفاسي سنوات كبيرة، رجل كان يدافع على استقلال الوطن وعلى الوحدة الترابية، رجل ضحى من أجل هذا الوطن إما داخل الحكومات أو خارجها، الرجل اللي تنعتبروه قاد واحد المرحلة كانت من المراحل الصعبة وأوصلها إلى بر النجاس. ولهذا ممكن لي بهذه المناسبة إلا نعزي العائلة الصغيرة والكبيرة والشعب المغربي فقدان هذا الرجل الذي اشتغل إلى جانب الملوك الثلاث محمد الخامس رحمه الله والحسن الثاني، وكذلك الآن مع محمد السادس نصره الله. هذا رجل من المعالم ديال الوطن، الزعماء السياسيين الذين قضوا مدة طويلة في خدمة الوطن بالتأودة والحكمة اللازمة وكذلك بالشجاعة والقوة في الوقت المناسب، ورافق مسار الوطن هذه المرحلة كلها وساهم في أن تتقدم الأمور في الاتجاه الصحيح، فرحمة الله عليه وكان لنا من بعده ولأسرته. شكرا. شوف.